واحد القدس يومي للاولاد ديالها، بمعنى مشاركتها السياسيه، مشاركه في تدبير الشان العام، ربما بالنسبه لي اخر حاجه تقدر تفكر فيها. اذا واش فعلا حنا عندنا حنا كهيئه المجتمع المدني اللي عندنا ربما العاتق ديالنا مسؤوليات نقنعوا هاد النساء ونخصوا واحد الجزء من الوقت ديالها مثلا حتى هي تجي تحضر معنا الانشطه ديالنا، تكون عندها واحد المواكبه مستمره، تحاول ان هذه النساء هذه فعلا تكون واحد المشاركه ايجابيه في تدبير الشان العام. هذا ربما الان حنا ربما التحديات اللي مطروحه امامنا هو تحدي كاينه، ولكن حنا ربما خصنا نسول نفسنا واش فينا حنا قادرين نصيغوا برامج ونصيغوا ربما تصورات ورؤى استراتيجيه اللي تقدر فعلا تحل ولو جزء بسيط من هذه المعضله هذه. غادي نبداو بواحد الاختبار، هو اختبار ذاتي مع الدوات ديالنا. قبل ذلك العرض ديالنا اليوم هو التواصل. انا اخترت شوف التواصل راه مجال شاسع جدا، انا اخترت التواصل الاجتماعي والاداري لانه ربما نوصل العمليه ديالنا نحو نجاح هذاك الاداري والانفتاح الشان الاجتماعي. ربما هذا هو الدور المضمون العام ديال العرض اللي غادي نحاول نشتغلوا به. وخير ما غادي نبداو العرض ديالنا من واحد الاختبار مع الدوات ديالنا. اطار واحد الاختبار هو عباره عن اسئله عن استماره، اسئله نحاول احنا نجاوبوا عليها، عندها علاقه بالتواصل، عندها علاقه بالدواسي ديالنا. غادي نبدا بواحد الاختبار هو ممتع نوعا ما، مواقف حياه اللي كنوقعوا فيها، كيفاش ممكن نتعاملوا مع هذه المواقف ان شاء الله. انا غادي نحاول نزعل لكم هذا.